أدعية الأنبياء للإنجاب. سيدنا إبراهيم دعوة جميلة قوي، يعني يا جماعة ده دعاء من القرآن الكريم، دعاه الأنبياء طلبا للذرية الصالحة، أدعية الأنبياء لطلب الذرية. رقم واحد دعوة سيدنا إبراهيم، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم سيدنا إسماعيل. سيدنا زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا زكريا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دول ثلاث أدعية اسمهم أدعية الأنبياء من أجل الذرية والصالحة بإذن الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على